اوكي، احنا سنة ستة ودي حصة كونكت. النهاردة هناخد يونت 3 lesson 4 and 5. طبعا انا بالنسبة لي بحب الناس repeat after me، بس طبعا بما ان احنا عددنا كبير فكل واحد اوكي repeat after me while you're closing the mic. وانت قافل المايك عيد ورايا. بلوج بلوج ديستنيشن ديستنيشن برايف برايف سكشن فانتازي فانتازي واتر فولز واتر فولز realistic realistic carnival carnival store store ticket ticket suddenly suddenly surprise surprise simulation theater simulation theater ده مسرح محاكاة، يعني بيقلد حركات معينة، بيعمل نفس الحركات اللي حد بيعملها. Orient train Orient train screen screen square square، وهنا مش معناها مربع، معناها ميدان. rides ودي معناها ركوب ألعاب الملاهي، دي هنا noun اسم مش verb، اللي هو يركب الحصان مثلا. monastery monastery الدير، الدير ده اللي فيه الرهبان. show وهنا عرض. including effect snowy snowy ocean ocean present present tourist brochure brochure اللي هو تصغير كتاب كتيب، و tourist اللي هو بتاع السياح، يبقى كتيب للسياح. سيت مقعد طبعا عن الريجولار فيربس ما فيهاش حاجة، احنا بنزود لها اي دي. الغير منتظمة بقى او الريجولار احنا عندنا هاف بتبقى هاد في الباست، كوست بتفضل زي ما هي كوست. بعد كده عندنا important expressions زي go on rides، relax on the beach بيسترخي على الشاطئ، per night في الليلة، double room طبعا احنا كده بنتكلم على فنادق، double room غرفة مزدوجة، a bit scary مخيف شوية، get wet يتبل، by the sea بجانب البحر، by the Red Sea بجانب البحر الأحمر. طيب دلوقتي هنقرا بقى، مش هتقرا الكلمات، هنقرا الجمل. يلا كل واحد هيقرا جملة. أنا أبدأ أمشي. يلا يا سلمى. أنا مش أحمد أشرف. نشوى
is with her family for her special birthday surprise at the carnival. تمام. أحمد اللي بعدها. There is a lot to see and to do at the carnival. تمام. دان اللي بعدها. مش تمام. مش there are amazing rides to try like the roller scoot. كوستر. تمام. حلا نكست. Place tour. There are places they can explore. تمام. ملك نكست. نشوى. ملك الناس مش بتفتح المايك. فين محمد علي؟ نكست. نشوى. ثياتر. ايوه اوكي تمام. ها ملك بقى. يلا شرم الشيخ. شرم الشيخ is a interesting and busy town. تمام. رب محمد ناصر. تمام. by the Red Sea. لا لسه. شرم الشيخ. اقرا الجملة. ما أنا بقرأ يعني. تمام. شرم الشيخ is in Egypt by the Red Sea. تمام. سيد. We can swim in the sea. تمام. يوسف. We can visit such سام. الاس تي ده اختصار سام. سام. Sam. Sam كاثرين. Mystery in Sharm el-Sheikh. سانت كاثرينز مونستري ان شرم الشيخ. دير And Sandry. دير سانت كاترين في شرم الشيخ. اوكي. أقرأ يعني ما قرأتش. الجمل خلصت يا ابراهيم. يلا ابراهيم حل نمبر 1. And the ride is very scary and you get to it. The waterfalls ride 1 is minute. very اوكي ماشي. يلا The waterfalls. تمام. The waterfall ride is very scary and you'll get wet. طبعا دي اللي هي الشلال اللي في الملاهي، الشلالات. يلا يا سلمى نمبر 2. After a long time, we arrived at our destination. Have we arrived our destination. تمام. وصلنا لوجهتنا أو المكان اللي احنا عايزين نروحه. أحمد. نمبر 3. I'd like I'd like to
relax on the beach. تمام، برافو. relax on the beach، استرخي. then number four. تمام. بوت يا حبيبتي. ماشي. لحظة واحدة. اوكي. I would add to see the show in the ثياتر، ثياتر اللي هو المسرح او السينما. هيشتري ايه بقى عشان يتفرج على العرض؟ تيكت. yes براب، a ticket. I bought a ticket. يلا يا حلا. How much does this house? How much does this house? قلتي كوست صح؟ Yeah. اوكي. how much does this house cost؟ يعني بكام البيت ده؟ بكام؟ طيب اوكي، تعالوا بقى نشوف ال listening and reading. عندنا نشوة بلوج. بلوج دي معناها مدونة. يعني ايه مدونة؟ اي حاجة بتتكتب على الانترنت ما اسمهاش article، ما اسمهاش مقال، اسمها بلوج، مدونة، عشان بتتكتب على الانترنت. يبقى نشوة بلوج المدونة بتاعة بلوج. عرفنا يعني ايه بلوج؟ حد مش فاهم يعني ايه بلوج؟ No. ها؟ لا 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 مش طيب تمام، تعالوا بقى نشوف كتبت ايه نشوة. Tuesday June 3rd، يعني النهاردة الثلاث، الثالث من شهر يونيو. all the fun of the carnival، كل بقى الحاجات، كان عندهم كارنفال وكل الحاجات اللي حصلت ممتعة في مدينة الملاهي ده. today is my birthday and guess، خمن where I am، النهاردة عيد ميلادي، خمن كده أنا فين. I'm with my family for my special birthday surprise at the carnival. أنا مع عيلتي علشان المفاجأة المخصوصة بتاعتي، بتاعت عيد ميلادي في الكارنفال، مدينة الملاهي. I want to tell you all about it. عايزة بقى أحكي لكم عن كل حاجة. When you arrive at the park، أول لما توصل للمكان بتاع الملاهي، you are suddenly in a world of fantasy. انت بقى ايه، وصلت في عالم من الخيال. فانتازي يعني الخيال. It's really exciting، دي حاجة مثيرة جدا. There is a lot to see، حاجات كتير نشوفها. And do، ونعملها. There are amazing rides to try like the roller coaster، في حاجات كتير بقى، ألعاب كتير ممكن تجربها زي الرولر كوستر اللي هو القطر بتاع الملاهي. if you're brave، لو انت شجاع. and theaters، والمسرح. where you can watch shows، حيث تقدر ان انت تتفرج على العروض. there are places to eat، في أماكن تقدر تاكل فيها. and stores، محلات، كل ده موجود في الملاهي. the children's section اللي هي القسم بتاعة الأطفال has 9 rides، في 9 ألعاب including the Orient Train، بتتضمن قطار الشرق. we have tickets for that at 10 o'clock، احنا أخدنا التيكت أو التذاكر بتاعة القطر ده الساعة 10. my brother loves water rides، أخويا حب الألعاب المائية. So he wants to go on some of those later this morning. كان عايز دخل أو راح يلعب في الألعاب دي النهاردة الصبح. At 11:30، الساعة 11:30، we have tickets for the waterfalls ride. أخدنا تيكت على الشلالات. It has some high sections، كان فيها حاجات عالية.
so it's a bit scary، كانت مخيفة شوية. and you get very wet، وانت بتتبل لما تلعب الألعاب دي. in the afternoon، بعد الظهر، dad and I want to go to the simulation theater. بعد الظهر انا وبابا كنا عايزين نروح simulation theater، اللي هي مسرح المحاكاة، اللي هي اللعبة بتاعة السيميوليشن. You sit in your seat، انت بتقعد في الكرسي بتاعك with a big screen all around you، حواليك شاشات من كل حتة، and there are sound and light effects، وفي مؤثرات صوتية وضوئية، تحس ان انت دخلت جوه الفيلم. It feels like you're in different places around the world. انت لو بتتفرج على الفيلم تحس ان انت بتدخل جواه. Snowy mountains، مثلا جبال كلها تلج. Even under the ocean، حتى تحت المحيط. It's very realistic، دي حاجة أكنها واقعية جدا. I can't wait، مش قادر استنى. What a great birthday present، يا لها من هدية عيد ميلاد رائعة. Thanks mom and dad، شكرا بابا وماما. طيب لما نكتب بلوج بوست، لما نكتب مدونة على الإنترنت، عندنا بعض الشروط. أول حاجة، a blog post should have a title and date، لازم بقى لها عنوان وتاريخ. It should use informal language، ما ينفعش أكتب باللغة العربية الفصحى، أكتب باللغة العامية. It should use the first person pronouns، أتكلم عن نفسي، عن اللي حصل لي، فهستخدم I, my, me. It has to include a personal story، لازم تكون قصة شخصية عني، بما إني بتكلم بالضمائر دي بقى قصة عني. It usually gives the writer the opinion and feeling about their experiences، عادة المدونة دي بتقول لنا رأي الأشخاص عن حاجات خاصة بيهم، تجارب خاصة بيهم، فبيقولوا لنا شعورهم ورأيهم. بلوجرز طبعا اللي هم اللي بيكتبوا على البلوج بوست دي، يعني مدونة، often add photos to make their blogs more attractive. يبقى البلوجرز اللي هم اللي بيكتبوا في المدونة دي عادة بيضيفوا لها بعض الصور علشان يخلوا البلوج بتاعتهم attractive، يخلوا المدونة بتاعتهم أكثر جاذبية. بيقول لنا هنا how to plan your own blog post about the carnival. لو أنا عندي blog post هكتبها عن احتفال معين، هنعمل حاجة اسمها mind map، نعمل خريطة ذهنية. أول حاجة the place to visit، إيه المكان اللي أنا روحته، فده كان الملاهي. عندي بقى حاجات طالعة منه، أول حاجة السهم الأولاني where، هو الملاهي دي فين، رحت مع مين، who، what to do، عملنا ايه، why، ليه رحنا هناك، ليه اخترنا المكان ده تحديدا. description، وصفي انا للمكان او رأيي في المكان. دول الحاجات اللي انا بكتب عنهم في البلوك بوست في المدونة. تمام، تمام. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده، بيكلمنا على a brochure about شرم الشيخ. بروشور احتفالا اللي هو ايه، كتيب صغير بيشرح حاجات سريعة بنعمله للسياح. فهنا a brochure about شرم الشيخ يعني كتيب عن شرم الشيخ. شرم الشيخ an amazing holiday destination، طبعا شرم الشيخ مكان رائع لقضاء الأجازات. فتعالوا نشوف، بيقول لنا only for only 1000 pound per night، العلامة دي ال دي علامة الباوند اللي هي الجنيه المصري. طبعا بيقول لنا ب 1000 جنيه في الليلة per person للشخص، in a double room، في الأوضة المزدوجة، الأوضة الدبل يعني. شرم الشيخ is an interesting and busy town in Egypt by the Red Sea.
شرم الشيخ مدينة ممتعة وزحمة شوية في مصر، باي ذا ريد سي، تقع على البحر الأحمر. There are lots of things to see and do، في حاجات كتير قوي تشوفها وتعملها في شرم الشيخ. Swim in the sea، تعوم في البحر. Relax on the beach، تسترخي على الشاطئ. Go quad biking in the desert، تعمل سفاري. كواد بايكنج اللي هي السفاري، اللي هي البيتش باجي، تركب البيتش باجي اهو في اول صورة. eat good food، تاكل اكل حلو. visit the Saint Catherine's Monastery، تزور دير سانت كاترين، ادي صورته في الصورة الثالثة. بتقول take let's ride، تركب باص اسمه أو أتوبيس اسمه Let's Ride from Giza Square every afternoon at 3 for 500 pound only. عشان تروح هناك في أتوبيس اسمه Let's Ride من ميدان الجيزة عندنا في مصر، أوكي، الساعة 3 بعد الظهر، بيروح بيقوم الأتوبيس ده كل يوم يروح شرم الشيخ بمقابل 500 جنيه للفرد. بعد كده عندنا how to make a tourist brochure، ازاي تعمل بروشور للسياح او كتيب للسياح. write a short introduction of the place you want to include in your brochure. اول حاجة هعمل مقدمة صغيرة عن المكان اللي انا هكتب عليه البروشور اصلا. find some photos or pictures of the place، احط بعض الصور للمكان. write a description of each place under the photos، ده ما احنا شفنا فوق، هو حط 3 صور اهو، كتب description، وصف للـ3 صور دول بشكل سريع جدا في صورة جملة واحدة. check the spelling، خلي بالك من الـ spelling، أكد من ان الكلمات مكتوبة صح. الجرامر، القواعد اللغوية، and punctuation marks، وعلامات الترقيم، متأكد من الحاجات دي إنها correct أو مظبوطة. يلا يا شباب، listening، اللي معاه الكتاب يلا يركز، هقول ال listening. Last year I visited Sharm el Sheikh with my family. تمام. Number two, Sharm el-Sheikh is an interesting and busy town. تمام وبعدين. اوكي. Number three, you can relax on the beach. اوكي. Number four, you can go quad biking Desert. in the desert. Okay. عندنا هنا read that complete، fantasy، shows، roller coaster، matches، surprise. سلمى number one. Okay. Today is my birthday. I'm with my family for my special birthday surprise at the carnival. تمام، my birthday، my special birthday surprise. أحمد. Okay, teacher. It's a When you arrive, When you arrive at the park, you are suddenly in a world of matches. no. أول Fantasy. لما توصل، أيوة، تحس نفسك في فانتازي، مدينة خيالية. نعم.
Then number three. Seven, a teacher. Number three, it's really exciting. Exciting, yeah. There is a lot to see and to hear. They're amazing. Right to try like that. Roller Yes, coaster. roller coaster, bravo. Hala. هلا انا مش سامعاكي خالص، الصوت بعيد جدا. تمام، watch shows. ملك number one write the correct word. What do you do when you again يا ملك معلش. Miss Yes, infinitive miss. محمد number two. Okay. محمد علي الأول وبعدين محمد ناصر ال choose. Okay. بدل ات هتبقى ايه؟ In sunny days. محمد ناصر. Okay. There are a lot of rides. تمام رايد. سيد نمبر تو. Okay. We divide 2 hours in ذهب after ذهب 2 hours driving. for 2 hours driving. أكون there a Yes, destination اللي هي وجهة الوصول. بس ممكن أقول حاجة اه يا سلمى اتفضلي. اللي هو في اللي هو read and write correct. So اه what we go to the beach Sundays. هو المفروض in ثانية. Sundays مش in Sundays. تمام مفيش مشكلة، هما الاتنين يمشوا مفيش مشكلة. اكتبوها on sorry اه اكتبوها on sunny days. أنا كتبتها أول. ماشي تمام. آه طيب وصلنا لفين؟ number three يوسف. مس نمبر 3 I'm brave. تمام. I'm brave. I'm not afraid of snakes. إبراهيم نمبر 4 إبراهيم نمبر 4 سيف نمبر 4 دامس نمبر 4
ماشي. The red ride is my favorite water ride in the Zimba. in the theme park. Waterfalls. تمام. طيب ال page دي homework اللي هي 123، اوكي، اللي هو الجزء اللي فوق بتاع ال rearrange. ممكن انزل في وقت يتملى. لا خلاص، هو هناخد ال re and range بس. اه هي مفيش حاجة تانية، ال punctuation ما فيها already، يعني الموضوع بسيط. مش هنكتب تمام. البلوك. ال blog، اه تمام، اكتبوا البلوج a place you like to visit، هتكتبوا عن مكان تحبوا تزوروه، where is the place، فين المكان ده وتحبوا تعملوا فيه ايه، what can you do there. ايه كنت مبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة.